والآن للمليون مسج اللي طلبوني شمس كيف نسوي حقنة القهوة لتنظيف الكبت. هذه قهوة أورجانيك هولستيك كوفي، هذه ملعقة، هذه اثنين، هذه almost 3 tablespoons. اوكي نخلطها نخليها تغلي. في بنت سألتني سؤال بنزله بعد شوي، تقول ان هي كل ما تسوي حقنة القهوة يصير عندها غثيان وكذا، بس بشرح لكم ليش، لان هي حاطة مليون بلوى معاها مش عارفة تسويها، تمشي ورا جوجل. فوائد حقنة القهوة لتنظيف الكبد. اوكي الكبد متى يتوسخ؟ لما يكون اكلنا وشربنا شو يقولون كله سموم، ولما نعاشر ناس سامة. ليش واحد يقول والله سم بدني، والله بط شبدي؟ حقيقة هذه ترى مش كلمة، لأن العضو لسانك يعبر عنه. شمعنى الكبد يتعرض للسموم إذا أنت عاشرت ناس سامة؟ وشي بنقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان طاقة إيجابية تجي للقهوة وإحنا نسويها، لأنه هذه علاج. هي ناخذ 5 دقائق تغلي غليان على نار شوية فوق المتوسطة، مش كتير نار عالية، وبعد كده 15 دقيقة على نار مرة لو فليم مرة واطية. فتسمم الكبد اللي هو من أعراضه شعور بالحرارة، شعور في الغضب، الشعور بإني أنا مهما نمت أنا تعبان جسمي، شعور إني أنا أبي أشرب كوفي. الحين هذه الكوفي مش للشرب، هذه لغسيل الكبد، ما تنشرب ممنوع، لأن الكوفي يجهد الكبد. فمن ضمن الأشياء من كثير عوارض إذا بقولها. الآن غطيتها 5 دقائق غليان أوكي على نار فوق المتوسطة، بعد كذا غطيها عشان المينرالز والفيتامينز اللي فيها ما تطير في البخار، وأوطيها على نار لو فليم نار واطية مدة. يعني واحدة من الحركات اللي تسوي تسمم كبد ان الناس تغسل فواكهها او خضارها في المغسله حق المطبخ. يعني انا كل شيء شفته في حياتي ممكن استوعبه، ممكن لو حد يجيب سم واشربه استوعبه، الا ان حد يحط فاكهته وخضاره في حوض الغسيل حق الصحون اللي يحتوي على البكتيريا الموجوده في المجاري في التواليت اوكي، ويغسلهم فيه وياكل. وتجوفاني حاط العنب هني، والفاكهة اللي جابها أمس حطها هني. قسما بالله من أمس أنا عندي، عارفين شنو، زي يقول أنا عندي سرطان أو أنا عندي اكتئاب أو أنا عندي أمراض، هاي ما استوعبتها. أنا شفت الجوفاني أنا ما أكل فاكهة تمام الفترة دي كلها، شفت الجوفاني حاط العنب هني، والفاكهة اللي جابها أمس حطها هني. قسما بالله من أمس أنا عندي، عارفين شنو، زي ال بانيك اتاك جاني، انه مستحيل في ناس تفكر كذا، يعني مستحيل. اوكي طلعته خليته هنا لاني بحطه في كيس بعطيه، يعني برميه، انا ما في منطق، انا كذا كذا ما حاكل منه. بس تخيل انه الشخص ذا لو جاله كانسر راح يقول بكره جاني سرطان من الله. تفضل. بعد ما احط الكوفي 15 دقيقه لو فليم، الحين بوطيه اكثر تمام، بحط كيسين كامومايل اللي هو الاورجانيك كامومايل اخر شيء، وانا بطفيها اخر شيء عشان احتاج الزيوت الطياره ما تطير من الكامومايل، ولان الكامومايل اولسو مضاد سموم ومضاد سرطانات ومضاد اكسده وبلاوي، احتاجه مع القهوه عشان اقوي مفعولها، وفي نفس الوقت ما تجي تقلصات في شو يقولوا له في الجهاز الهضمي بسبب الحقنة، لأن في ناس تجي عندها تقلصات أكيد 90% من البشر ما يعرفون إن في المعهد الأصلي اللي حق هذا المشروع الطبي اللي عمره 100 سنة علمونا إن احنا نحط الكامومايل، نحط كيسين كامومايل أورجانيك آخر شيء وإحنا نطفيها. من ضمن الأشياء اللي هي تقضي على السموم والبكتيريا والعفن اللي يحصل بسبب الأكل في المطاعم أوكي، لأن مهما كان مو انت اللي غاسل خضارك ولا فاكهتك، مو انت بنفسك اوكي، عاد انت والله يعلم شلون تغسلهم. استخدم الورد، علمني معلمي البروفيسور بنكاج الله يرحمه،
نرام بنكاج علمني اني استخدم ورد يوميا، اوكي، اغلي ماي واحط على الورد الماي واستنى انه يرمي الفليفر حقه ويرمي المواد المطهره حقه، بعد ربع ساعه اشربه واحط اوريجانو، زيت الاوريجانو 3 قطرات، قالت لكم 3 مرات في اليوم يعني اوصل ل9 قطرات، واحط قطره زيت النعناع اورجانيك. هذه من برامج التطهير عندي اليومي في حاله السفر، عشان كذا اختار لما انزل في سويت او مكان لازم يكون عندي مكان في نار او مكان اقدر اني انا اعمل فيه حقنه القهوه واغلي الميه وكذا، لاني انا ما احب هذيلة مرض، هذيلة الكهربائي ما احبهم. تمام، فالورد تاخذون تقريبا من 3 ل4 وردات، يعني ماكسيمم مسموح 5 وردات، تحطون عليها ماي مغليه زي الشاي، وبعد تغطونه، تخلطونه كويس، تغطونه، بعد ربع ساعه تشربون، بس ما تغلونه على النار، تجيبون ميه مغليه تحطون عليه يوميا. والان على القفله الاخيره اهو، طفيت النار واحط الكمويل وبخلطهم. مش مشكلة انه هذا اورجانيك، اكياسة حتى اورجانيك، وبغطيه واسيبه شوي، بعد كذا ازيده موية باردة لتر ونص، اكياسة حتى اورجانيك، وبغطيه واسيبه شوي، بعد كذا ازيده موية باردة لتر ونص تقريبا، اوكي، واستخدمه. الان بجيب الوردات، انا لاني اخذ كل يوم فعادي ازيد الدوز، يعني عارفة الدوز حق جسمي، كنا احط 6 وردات كذا. تمام، الورد الجوري او الورد المحمدي، تمام، اتمنى يكون عضوي يعني، واحط عليه المية اللي غلت. That's it. والان ابى اصفي القهوة، شوفوا لازم تتصفى مع الكامومايل. جوفان يصور لي انزين، وبعد كذا ابردها واستخدمها، مو لازم تحطون، شوفوا لازم هذه ظل حق القهوة البن كله برا، اوكي.